مستر سليم ديزاد في كل مرة باش يجينا في كل مرة واش يحكي لنا كذلك. اليوم راح نحكيو والحكاية راح تكون مع واحد من الإنتاجات التلفزيونية اللي راح نشوفوها إن شاء الله عن قريب خلال الشهر الفضيل. هو يصنف ضمن نقولوا الدراما السينمائية أو التلفزيونية. راح نستقبلوا وإياكم شكون؟ جمال عوان. نبقاو ديما فيها شباب، شباب اللي ابرز من خلال نقولوا التخصص نوعا ما جديد. ممكن احنا ولفنا ممكن المشتريات تاعنا والمقتنيات تاعنا تكون بشكل عام في الاشياء اللي احنا ناخذوها بشكل يومي بشكل دوري، يعني اما في الغذاء اما ايضا في الملبس وغيرها، لكن هم عندهم تخصص خارج على كل هذا، وكامل هذا يكون من خلال موقع راح نتحدثوا فيه وموقع رايحين نعرفكم عليه وعلى هذا الشباب اللي يخدم في هذا الموقع. شكون حاضر معنا؟ سليم ساحي. والقاعدة راح تحلى أيضا بالأسماء اللي حتلتحق بنا من خلال البرنامج. احنا ما حنش نقول لكم شكون راح يكون معنا، حتكون معنا يوتيوبرز، راح يكونوا معنا الفقرات اللي تعودتوا عليها وغيرها، خاصة الفقرة الخاصة بالجمعيات، باش تعرفوا على واحدة من هاد الجمعيات. أكيد برنامج فيه مصاحبة موسيقية مع شكون في العريضة الموسيقية، وشكون يكون من غيره؟ دي جي جوني. تحية مسائية مجددة لكل الناس اللي التحقت بنا الأحضار، راح تبقى معنا إلى غاية تقول نهاية عمر هذا البرنامج. كلام صواب إن شاء الله، كلامنا ديما يكون في الصواب معكم أنتم اللي تابعونا، وديما اللي تسنونا أنه نطلع عليكم عبر القناة السادسة للتلفزيون الجزائري وعبر الصفحة الرسمية للتلفزيون الجزائري على الفيسبوك. كونوا معنا، تابعونا، كل انتقاداتكم اقتراحاتكم احنا توصلنا ونرحبوا بها من خلال البرنامج، وماذا بينا أن التفاعل يكون بيننا وبينكم كذلك. راح نرحبوا بهبه. مساء الخير. مساء انوار يوسف، مساء الانوار لضيوفنا الكرام ولاد الدار ومشاهدينا الكرام. احنا نرحبوا بك في هذا المساء. شكرا يوسف. يا ضرا، واش كاين معك اليوم؟ كاين موضوع جميل ورائع، هذا واش نقدر نقول. هنا حبستي غير في جميل ورائع، ما تزيدناش من حاجه ولا والو. ان شاء الله يكون كلامنا في الصواب اليوم. ان شاء الله. واكيد مادامك حاضره راح يكون حاضر هو كذلك مستر سليم ديزات. سليم عنون، مساء الخير. مساء النور يوسف، مساء الخير المشاهدين ديالنا، لي زانفيتي اللي شرفونا اليوم، هبه، جوني، زينو وكامل الفريق ديالنا. وحنا بكم انتوما وبالمشاهد الكريم راح نرحبوا بالضيوف تاعنا اللي حاضرين معنا في هذا المساء. سليم صحي، مساء الخير. مساء النور اخي يوسف، شكرا على الاستضافه. حنا نشكرك انك حضرت معنا وراك حاضر معنا من خلال البرنامج. شكرا. حنتحدثوا شويه على الموقع ديالكم، على واش ديروا. بالضبط. اليوم عندنا واش ندو من عندك ان شاء الله. رانا هنا تشوف هبه حكمه ليك ورقه وستيلو تبدا تكتب بياسة، هذه كاين ما كاش كانت حق البياسات ان شاء الله. فنانا اللي حاضر ويانا جمال عوان، شكرا على الدعوه. مساء الخير. توحشتك بزاف يوسف. ليك وحشه ايضا. والله ليك وحشه كبيره يا تحت بلاطو التورناج، ما وليتناش كي يكون جديد الجو. تحياتي العطيره للجمهور العائله وتابع فينا، الوجوه النيره اللي راهي معنا اليوم نجوزوها شابه ان شاء الله. ان شاء الله اكيد من خلال البرنامج. مادامك حاضر معنا راح نتحدثوا على الانتاج اللي راك مشارك فيه ان شاء الله. نتحدثوا فيه، هو عطينا شويه بزياده. خير بزياده ولا شويه؟ علينا موس. شوف علينا موس جوز معنا ساعه ونص. في ساعه ونص ابار دينا باللي مسلسل راح يجوز التلفزيون الجزائري ما دينا والو. خلاص نعطيك السكوب الاكسكلوزيفيتي لينا احنا ليكم، غير كلام صواب. ان شاء الله اكيد من خلال البرنامج. كما على بالنا انه مادام كاين موقع خاص بالمقتنيات، يعني الشراء تاع نقدر نقول احنا يا قطع الغيار خاصه بالسيارات، علاش ما تحدثوش شويه على الاي كوميرس ولا على التجاره الالكترونيه؟ التجاره الالكترونيه اللي اليوم اللي نشوفوها باللي انتشرت بشكل كبير على الوسائط الاجتماعيه، على المواقع كذلك، لانها سهلت الحياه واحد، يعني
هاد الفكره رائعه. انا في داري خصني بياسه نشوفها سوغ انترنيت بلا ما نشقى، بلا ما نروح لبلاصه، بلا ما نديبلاسي تو، باسكو عندنا بروبليم كاع جاب لي ربي كاع جوزنا على بروبليم تاع لي بياس ما كاش. تروح كاين اللي يروحوا من التيزي وزو، يروحوا من الميلا باش يجيبوا لي بياس، الوغ كي تكون عفسه هكذا سيونات. ومادامنا رانا في عالم التكنولوجيا خلاص لحقنا كل شيء تكنولوجيا، دونك هذه تسهل الحياه. برافو عليكم. حنتحدثوا على الموقع ديالهم اكيد ونعرفوا كيفاش بالك الخدمه تاعهم تكون، لكن بشكل عام انتم من نقولوا عينه من الشباب الجزائري، هل انتم بعيدا عن لي بياسا حتى يعني في حياتك اليوميه، هل انتم من الشباب جمال ايضا اللي بالك تشروا سوغ انترنت، تدخلوا سوغ انترنت، تريزيرفي سوغ انترنت، ولا ما تامنوش بهذا الجانب؟ انا بيرسونيلمون صارت لي نشري با انترنت، مي ما نغامرش نشري حاجه بسومه كبيره. انا جينيرالمون جاشاد دي بيتي تروك هكذايا باسكو جينيرالمون سي دي برودوي شينوا، ولا كاين حوايج خفاف هكذا وي علاش لا وشريت وصلوا لي حتى للدار. دي فوا سا برون 3 4 5 جور ماكسيموم، جيتي با تري ديسو صراحه يعني. ابري دوكا حاجه كي جو سي با دي سوم فارامينوس كوتوز ولا ما نغامر، جو بريفير نروح يعني ميزاني نشري في التيران. ابري سا ريست جو بونس باللي كي تدخل في لي سيت دوكا دايرين دي سيستيم دو تيمونياج، كاين ناس تهضر تقول لك فوالا في لي كومونتير فوالا سي دو لارناك، واللي يقول لك فريمون سي اون سوسيتي اللي عندها اون ريبيوتاسيون ال تيان غاردي سيت ريبيوتاسيون. دونك كل واحد كيفاش الاكسبيريونس تاعو مع الاي كوميرس. مو بيرسونيلمون جو ساتيسفي او جور دوجوردي يعني. بصح كاين بزاف اللي صراو مشاكل، انا صرات لي شغل نشوف في الصوره حاجه بعد كي تلحقني يلحقني البرودوي حاجه وحده اخرى. دونك دوكا وليت اني نشري اون لين، مي لازم كيما قال جمال لازم نشوف الريبيوتاسيون تاع هذوك اللي راهم يبيعوا. هذا اذا كان ممكن في لي برودوي اللي ما فين نشريوهم ديما في حياتنا اليوميه، كما قلنا بالك حاجات خفاف، حاجات الالبسه بشكل عام اللي راهي الان ولا يعني طوندونس في الفيسبوك، ولا نسيبوا بزاف ناس تبيع في الحوايج وغيرها، لكن لما نتحدثوا على قطع غيار ما نظنش حيقدر يكون فيها هاد الشيء. لما نتحدثوا على www.algeriepiece.com كيف جاتكم الفكرة سليم؟ شكرا يوسف. الفكرة هي يعني من 2014 وحنا عندنا الفكرة هذه، وسي اون ايدي اللي قعدنا نديفلوبيو فيها. نقولوا حتى العام اللي فات وين شفنا بلي لو مارشي يكومونس ان بو بروبيس، باش كان عندنا عائق كبير حنا في الاي كوميرس. بون هضرتوا على البايمون الكترونيك اللي هو صح عائق في اليوم في الجزائر. الكاش اون ديليفري سي اون سوليسيون تمبوراغ، ميم لوتيليزاتور او يحب يبريفير يخلص على ليفريزون يشوف المنتوج ومن بعد باش يخرج دراهم. وهاد هاد الطريقه تاع لو بايمون لا ميثود دو بايمون انا نشوفو فيها ما في البلدان المتقدمه. بزاف الناس دوك يحبوا الكاش اون ديليفري خاطرش ميم الدول المتقدمه اللي عندهم تولي موان دو بايمون الكترونيك، مي كاين بزاف لي سيت يا ترو دوفر، دونك كاين دي سيت انتريسون بصح اي نون با كيما يقول لك سي با دي سيت دو كونفيونس لو كونسوماتور، دونك اي بريفير الكاش اون ديليفري. حنا رانا ديريكتومون في الكاش اون ديليفري. في لو برودوي سي فاسيل، في لو سيرفيس سي بلو كومبليكي، دونك لو سيرفيس ان نيسيسيت ان بايمون اون امون. من العائق الكبير اللي لقينا حنايا هو سي لا لوجيستيك، خدمه التوصيل. او في الجزائر في 2014 ابار نقولوا بالك شركه ولا شركتين ما كانوش سبيسياليزي في لا ليفريزون دو كولي، دونك لا ليفيزون دوميستيك دو كولي. هاد الاعوام الاخيره انا شفنا فيها تطور كبير، وفيها شركات اللي خرجت واللي بانت واللي برزت. سا نوزا انكوراجي باش نلونسيو لو بروجي تاعنا، سادير كو تكنيكمون لو بروجي 2014 كنا نخمو فيه، كان عندنا ليدي، مي ما قدرناش، السوق ما كانتش هنا، لان طريق التوصيل ما كانتش. اليوم كاين اربعه خمسه جوسكا واقيل ديزان دونتربريز دو لوجيستيك اللي هما يخلوك توصل. ان احنا في الموقع تاعنا رانا نوصلوا 46 ولايه، دونك الزبون كيكون باغ اكزومبل في ولايه وهران ولا في حتى ولايه تندوف لازم تكون عندك لا سوليسيون لوجيستيك باش توصل له. باش توصل له، احنا رانا هنايا في الجزائر العاصمه، باش نبعث القطاع الغيار الى تندوف يلزمني لا سوليسيون لوجيستيك، ما نقدرش انا نوصلها له. الجزائر العاصمه نقدر نوصلها هذيك نو بروبر مويان، مي كي تكون في ولايه واحده اخرى ما نقدروش، وفيها التكلفه تانيك ما نقدروش نبعثوا ان كولي اون بياس اللي يدير باغ اكزومبل 3000 دينار، ما نقدروش نخلصوا 3000 دينار دو ليفريزون. دونك فو دي سوليسيون دو ليفريزون دو كولي دوميستيك. دونك كي شفنا بلي هاد الشركات بدات تكون في السوق الجزائريه وبدات تتحسن، لانه او ديبي كانت الخدمه تاعهم ناقصه، الان راهي عندهم اون كوفرتور نقدروا نقولوا
كازيمون جلوبال بيسك راهم 46 سو 48 ولايه دونك راه هي ابار دو ولايه تاع ليكستريم سود نقدروا نقولوا بلي دي لا كوفرتي راهي مليحه دوكا مازال عليهم يحسنوا الخدمه تاعنيك راهي في تحسن مستمر كسا سوا بلي نوفيل تكنولوجي كسا سوا بلي سيستيم دانفورماسيون تاعهم دونك انا جو بونس كو في الاي كوميرس باش نهضروا دون فاسون جينيرال لا سوليسيون لوجيستيك راهي عندها دور مهم نقدر نقول لك بالك دور مهم اكثر من البيمون الكترونيك ولا اكثر من لانه لما تشوف البرودوي بالك ولما توش تشوفه في الموقع ولا تشوفه في الابليكاسيون ولا تشوفه في لاباج فيسبوك ولا في انستغرام راك شفته وعجبك وخلاص يلا تفاهمت مع السيد لكن باش يوصل لك هنا اللي خاصه بالنسبه نقدر نقول احنا الفتره تاع التوزيع وقتاش توصلك لانه نشوف بالك بزاف في كي ندخلوا للانترفاس تخير زعما تقول يوصلني في نهار ولا في يومين ولا لكن بعض الاحيان ياخذ اكثر من هذه المده كانه عدم احترام نقدر نقولوا حنايا هذه المده اللي توصلك ليها ولا المده تاع لا ليفريزون ما يحترموهاش بعض الاحيان خلتنا احنا ممكن اليوم نتخوفوا اكثر يعني نقول لك ندير باش توصل لي على سمانه يلا ما نديرهاش بالطبع بالطبع وهذا تاخر في التوصيل لا لي ديلي دو ليفريزون نقدر نقول لك بلي ما في دول متقدمه اي سون با ريسبكتي 100% ميم كي تقدر نقول لك بالك لو طو دو ساتيسفاكسيون اللي تري ايلفي بالك يلحق 95% في لي ديلي مي سا ريست كوميم دو لا لوجيستيك وكاين لي زاليا تاع لا لوجيستيك انتم بالنسبه لكم شحال النسبه تاع الاشخاص اللي راهم يشروا من عندكم لي بياس يعني كاين بزاف ولا شويه ولا حنا لو سيت الانطلاقه تاعو من هذا الاحد تسمى صافي ربع ايام دونك هذا بداونا لي بروميير كوموند مازال باش نقول لك ان فوليوم امبورطون مازال وشنو باش نعطيك ان انديكاتور سو لا تاي دو مارشي لو ليدر مونديال تاع لا فونت دو بيس دو لوشونج سو الانترنت دون الموند يفي 25000 كوموند جور 25000 دونك سي انورم وهذا في بلاد واحد ماهوش في قاره ولا صادير في الجزائر فو سافوار كو لو مارشي دو لا بيس دو شونج انجيري سي لو وادي علي لو دوزيام اون افريك بالنسبه لكم سليم يعني انتم اول موقع متخصص في هذا الشيء ما نعرفش نقول لك اول موقع كان مواقع خرجوا من قبل كان مواقع خرج كان موقع خرج يا واحد 3 زون وما نجحش و جو بونس بالك سي بارابور هاد لي كونترين تاع لا لوجيستيك كاين مواقع في 2020 و2021 خرجوا وحاجه مليحه حاجه مليحه كيكونوا بزاف مواقع كاين لا كونكورونس ساكري دو لا كونكورونس او ميم طون زابون دي تيولي عنده لو ريفلكس يروح سور انترنت باش يشوف حنا يساعدنا الحكي يكونوا بزاف لي سيتي بيعوا باسكو لو مارشي لي امبورطون الى انورم وحنا ما راناش الاولين وان شاء الله ما نكونوش الاخرين يكونوا دوتر سيت باش حنا نشجعوا باش كيما يقول لك اون تير فيغ لو لو مارشي واش نيه حنا ماذا بينا يكونوا لي بروفيسيونيل تاع لو ميتي لي يروحوا لهاد لافونت سور انترنت ما يكونوش يعني دي جون خارج الميتي باسكو لا بياس دو لوشون سي تاع ميتي قبل ما يكون سيت انترنت ماهوش دير ان سيت انترنت وتبيع لا بياس لازم تكون في الميتي تاع لا بياس وتروح بالانترنت خاطرش ماهوش سي دي تكنيك سي ميتي تكنيك لازم تكون عندك كما قلت لو ميتي كما قلت هو يعني ممكن مهنه اللي تعتمد بزاف على معرفه كل حاجه وين لازم تكون لي مارك واش لازم يكونوا وغير احنا نوصلوا ممكن الحديث في الموقع ديالكم احنا عندنا من خلال البرنامج فقره اللي من خلالها هبه تاخذنا في كل مره حاجه تقدم صح اه كما يقولوا جديد حبوا القديم لا تفرط فيه هبه اكيد واليوم على من راح نحكيو ولا على من راح نتعرفوا اليوم راح نتعرفوا ونحكيو على العاليه حمزه سميت عليها مقبره العاليه هي كانت امراه صالحه ولدت سنه 1886 بصور الغزلان بويره واصولها من ولاد نايل هذه الامراه صالحه ما كانوش عندها اولاد ولكن كانت هي ام المساكين واليتامى كانت تربي هي اللي تتكفل باليتامى هي اللي تربيهم ربات ثاني ولاد اختها كان يعني كانت معروفه باعمالها الخيريه كانت معروفه بثرائها يعني كانت ثرية جدا حتى انها كانت تلبس لباسها كله بالذهب ومرصع بالذهب كما نقولوا حنا لويز كانت معروفه بلويز يعني كي تروح العرس يعني الناس كامل يستناو وقتاش تجي العاليه وفي نفس الوقت مدت اراضي كانت صدقه مدت اراضي للجزائر وايضا كانت عندها في مدرسه هي اللي دارتها لتعليم البنات اليتامى كانت تتكفل بهم وفي سيدي عيسى هذيك المدرسه
يعني شوفوا انه شخصيه اللي احنا خاصه ممكن اللي يزوروا العاصمه ولا اللي عايشين في العاصمه يسمعوا مقبره العاليه، لكن شكون هي العاليه ما على بالنا شكون هي. ما على بالهمش. اذا العاليه هي امراه صالحه اللي كانت تدير الخير وقدمت للجزائر خاصة في وقت الاستعمار. كان اللي ما عندوش اللي حاب يتزوج لأي حاجة كان يروح ديريكت عند العالية، وهذا اللي خلى أنه ممكن حتى هو رحلت علينا، لكن اسمها مازالو ومن خلال وش قدمت هي تبقى كما قلتي الإنسان. منها ناخذ عبر ممكن من هذه القصص، صح، أنه الواحد فينا بحاجة صغيرة يقدر حتى ويرحل عن هذا العالم يبقى اسمه يقعد، ومن خلال ممكن الصدقه ديالو، من خلال ممكن واش يقدم لهذا المجتمع وغيرها. احنا ممكن ولفتينا كاين روبورتاجات، شو رايك نروح نشوف الروبورتاج وجدتي هنا اقول حول الزربيه في الجزائر؟ يلا نشوفوه معنا. شوفوه اكيد، يلا تابعوا انا وزلنا معكم من خلال البرنامج كلام صواب. قيمة عند الجزائريين وقيمتها كبيرة، تقدر تقدم كهدية للعروسة في عرسها ولأهل زوجها. مهرجانات تحتفل بهذا الموروث اللي اليوم ما زال عائلات تحافظ عليه استخداماً وصناعة. مازلنا معكم من خلال البرنامج اكيد، وفي البرنامج كما تعودنا انه هبه تاخذنا نحكيوا على حاجات ممكن قدم بطريقتها. نحاولوا انه في كل مره نجيب مثل هاد القصص، مثل هاد المواضيع، ومن بين المواضيع اللي نتحدثوا فيهم يعني واش حيميز الشهر الفضيل. أكيد. انتاج في دراما، وحاضر معنا جمال عوان. اكيد جمال اليوم تمشي كيما علي ناموس، تعطينا شويه ما تقوليش قام نعطيك شويه. شكون علي ناموس؟ تحيه علي ناموس كيكدي زميل. ماشي هو ما عطيناش حتى ما تعطيناش ثاني. خطوط عريضه لي غروند لين، ما نحرقوش الفيطون. يلا ماشي دابا عندك غير شويه شويه. شويه شويه. جوست اونتر بارونتيز على العاليه، كي حكيت لك على العاليه، سي ان دي بيرسوناج امبليماتيك كي ميريت سون فيلم اتونسيون. سي دي بيرسوناج كوم سا كون دوا ديفوندر او سان دو مينيستير دو لا كولتور. سمعت انا دي بروجي على حيزي على الكاهن على هذا، ما سي دي بروجي كي بروموفوار، سي دي بروجي نورمالمون حطوا فوالا ان بودجي كولوسال سور لا تابل اي بور بروموفوار دي فيلم هكذا، باسكو التاريخ ان بوكان ان ليفر ديستوار ولا ان فيلم سا سار ا سا سا سار ا روتراسي ان بو. وانا شفنا كاين دي ديتاي، كاين دي تيمونياج، بتيت كاين ميم دي فيديو جو سي با، بتيت كاين فهمني. دونك دي بيرسوناج كوم سا، انا واحد من الناس ما كنتش كنت نسمع عاليه عاليه دوغ تا غوش، مي سافي با ليستوار. دونك هذه لا بيرسو صغير هذا منا اون بوغا فير ان فيلم افيك فضيلة الزيري، مريم فكاي، جو سي با دي بيرسوناج اون سيت سوا ريفوليسيونير ولا فنانين ولا دي زونسيان بوليتيسيان ولا، il mérite son film، سي دي بيوبيك. ما تهربناش من مسلسل جمال. جمال نحكي لك علي ناموس، ما عطاناش عطانا الاسم تاعو في المسلسل علي ناموس. عطانا يلا اسمك في المسلسل واش راح يكون؟ رمزي. قايل نسيم. نسيم 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 نسيموفيتش. نسيم 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 بون نسيم فيت في نعطي لك نسيم سي بون لو فويتون كان لا سيناتور تاعو باشير السلامي هو اللي مخرج هذا المسلسل. باشير السلامي بور لي جون كي كوناس لوي سي ان جو لابيل موا لو دينيشور دو تالون باسكو ما في افونسي دي ميك كوم موا كوم سارا كوم زكريا بن محمد كوم يوسف سحيري كوم بن شني. الى اوفير اون بريش اون 2011 الى انشيني لي فويتون في القناه الوطنيه العموميه. دونك جو دوا بوكو ا سيت اوم. C'est lui qui a fait signer mon retour après trois ans d'absence sur le drama jazairia. Donc on revient cette année avec une nouvelle histoire, avec un nouveau feuilleton. Il s'intitule Nafaq, le tunnel, qui est très bien écrit et élaboré par le scénariste Slimane Boubacar. Slimane Boubacar, pour les gens, peut-être les meilleurs fois chacun comme scénariste, c'est quelqu'un qui a écrit le Bedra. C'est lui qui a fait les séries de Damziane.
il a plusieurs casquettes. Il a fait les comédiens, acteurs, producteurs et scénaristes. J'ai beaucoup adhéré à sa plume. Il a fait que tu as très chaque scénario que tu as créé. J'espère que c'est un feuilleton. Bon, pour moi, je trouve que c'est tout d'abord une histoire algérienne. On a chauffé donc à beaucoup de scénaristes qui s'influencent des Égyptiens, les Turcs. Par contre, ouais, c'est vraiment typiquement algérien. C'est ce que j'ai adoré dans son scénar. Après, il y a une panoplie d'acteurs, de comédiens, que ce soit Kokab Amin al-Fennani, l'ancienne génération, la nouvelle génération. Et c'est un feuilleton qui promet beaucoup de choses, 30 épisodes de 45 minutes. Donc, je te vends vite fait à quel Mousselsel. Bachir, que c'est un très bon ami et c'est un très bon technicien. Je rejoins parfaitement sa vision artistique. Généralement, il fait des trucs très posés, très calés pour la famille algérienne. Et c'est un feuilleton qui est un drama ijtimaïa. Un drama ijtimaïa, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. المشاهد يبقى معنا يجي معنا زينو يدينا شويه في العالم ديالو شويه لعب خفه نجوزوه مع زينو بعدا حنقولوا المشاهد الكريم واش حيشوف معنا على ربي اوكي يلا تبقاو ويانا مشاهدينا ورايحين نستقبلوا معنا شكون زينو بمرافقه دي جي جوني السلام عليكم. عطونا صفيقة حارة. زينو. جبني زينو كيقول لي صفق عليا. باين. عادوا صفقوا على زينو، عادوا زينو. يوسف تقدر تريح ليه هو يجي لهنا. يلا. جمال. اوكي. بسم الله. مرحبا بك عندنا، صافي بليزير. بارك الله فيك. نسقسيك تعرف شوية لي توغ دوماجي لاكارت منا. شوية. شوية. بون. عندنا لي كارت هنا نورمال بلو، هكا. كاع بلو، نشوفوا لافاس ديالهم. كاع نورمال كاع نورمال ايوا تعرف شويه نورمالمون بون انا نلعب الرامي رامي حبست الرامي اللي قلت ايوا اوكي معليش شوف وين تقول لي ستوب 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 ارفد الورقه وريها لهم وريها الكاميرا اوكي نرفد الورقه اوكي انا ما حش نشوفها كاع انا عندك هاي الكاميرا انا هاك سلام شوف عليها مليح سي بون ايوا اوكي زيد عاود شوف على بالي باللي سي بون سي بون سي بون معليش وين تقول لي ستوب 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 حطها هنا معليش راح نديرو عفسه نعطيك افات هاك افتح افتح الافات افتحو راح نعطيك الورقه ديالك بار اكزومبل تسيني فيها ولا واش راك حاب دير فيها مايك مايك معليش نخلطها قبل اسكو تقدر تخلطها هكا ولا لا لا زيدو نخلطوها وحده زيد حبها هيا اوكي هو نحب نشوف انا سالم كي يخلط سالم سالم المره الجايه نطلعوا لا لا يفكني في صدفه معليش الورقه ديالك هاي في الوسط نوصلها 1 2 3 ونلقاوها الفوق ولا لتحت كيما تحب توجور الفوق روح لا توجور الفوق توجور في الاعلى اكسور هيا اوكي انت خيرت الفوق هوب انت خيرت الفوق هذه هي الورقه ديالك اوكي معليش مازال افاتر انا عطيك تحب تكتب في لافاس ولا في فلاريار لا لا ديفون اوكي معليش هي كي تكون فلاريار خير باش تشوفها هكا خلاص ارسم هنا نيمبورت نيمبورت جيمي زيد دير عليها اكس سي بون سي بون الورق اغلق هذاك الورقه ديالك هنا جمال عوان شو وصلنا لك اورتوغراف وصلنيها مليحه اوكي معليش الورقه ديالك نحطوها في الوسط زيدو نخلطوها خطرة خلطة راسك هاي في الوسط الورقة ديالك نورمالمون كي نوصلها 1 2 3 نوصلها غير هكا هوب سينياتو اللي سينيتها درت اكس فاصيها هوب خير الفوق ولا لتحت الفوق الفوق اوكي نوصلها هوب واش من نيميرو كانت 2 وي سينيت فيها والكتيبة اللي كانت هنا سينياتو على بالك وين تروح شت بار اكزومبل كي نفتح هنا انت خيرت الورقه كومبارازار ما على باليش انا واش من الورقه ماشي معرفه ما تلاقيت ما اوكي معليش خيرت كومبارازار هنا سينيت فيها سينياتور راح سينياتور راح تجي في يدي تكتب اسم الورقه اللي خيرتها انت وي 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 سي فري شطان اوكي
ماتش نبيعه يا ميرسي عليك يا الصحة يعطيك الصحة العزيز بارك الله فيك هي اللي تعجبني شغل هيبة كيسخسها ثقة كيفاش دارها هذا هو زينو اللي في كل مرة يكون معنا في هذا الوقيت الخفيف كل مرة عندنا دي تور دو ماجي وين نقدر نقولوا نبهروا تسمى أكثر وأكثر تحكي لنا على النفق واش رايك نشوفوا ميكينغ أوف يلا هذوك نشوف بسم الله ميكينغ اوف لهذا العمل التلفزيوني المصنف ضمن صنف الدراما راح يكون خلال الشهر الفضيل من توقيع المايسترو بشير السلامي Oui, je veux que اللي هو النفق يعني عنوان مسلسل نحدث على لي كونسيكونس دو تاع الطلاق واش يصرى بعد الطلاق هذه بون ما زدتش اكثر من هذا الشيء باسكو تشوفوا في رمضان ان شاء الله فيه بعض فنانين معروفين اللي هي بهية رشدي ارسلان أمل حمار، رانيا سيروتي وانا كما تعرفوني انا عندي دائما كان في ادوار رئيسيه ناس يعني ماشي معروفين مي تكون مفاجاه في رمضان ان شاء الله اللي هي في دور امال ودور مراد هو يعتبر دراما جزائرية مستوحاة من الواقع الجزائري الكتابة تاعو قصة هي قصة في الحقيقة مش قصة واقعية لكن وكي نقولوا ماهيش واقعية تقدر تكون كذلك واقعية لأن الآلام والآمال تاع المجتمع الجزائري احنا كسيناريست ممكن ننظر للمجتمع بنظرة من زاوية أخرى ولهذا نتألم مع كل ما يحدث في المحيط تاعنا فكانت النتيجة هو هذا الباكورة اللي هي عمل دراما جزائرية إن شاء الله تكون يكون يكتب لها النجاح انت لسانك شيك ميت فوالا انا دوري هذه المره دور ممتاز جدا دور لفطونا الزوجه الودوده الزوجه اللي مطيعه ولكن في نفس الوقت تحب دائما تكون هذيك البنت الصغيره في نظر زوجها باذن الله دور جديد مع حسين ارسلان ان شاء الله باذن الله راح يكون قريب من الجمهور خاصه نشوف الجمهور يشوف نفسه فينا احنا مشاركة بالنسبة لهذا المسلسل لعدة أسماء في الفن الجزائري سيدة بهية راشدي سيد أرسلان كذلك ومجموعة من الشباب اللي جمال عوان
علي ناموس، اكرم جغيم، زكريا بن محمد، ويعني اسماء جمعتكم ممكن هذه التجربه مع اسماء سبقتكم في الدراما الجزائريه، وانتم من الشباب في الدراما الجزائريه، وان شاء الله يكون انتاج يشوفه المشاهد الكريم عبر قنوات التلفزيون الجزائري في الشهر الفضيل بحول الله تعالى، وان شاء الله يكون شهر يجي بخير وان شاء الله نصومها بصحه ولهنا والبركات كذلك. رايحين نبقاو ديما ممكن نعاودوا نرجعوا عند سليم باش نتحدثوا على الموقع ديالكم. سليم، الموقع تاعكم هل كل واحد يحوس على نقدر نقولوا حنايا ماركه من الماركات تاع السيارات المتواجده في الجزائر يصيب الطلبيه تاعو عندكم، ولا متخصصين فقط في نوع محدد من السيارات؟ لا، احنا رانا نقدر نقولوا نغطي واحد 90% تاع لي مارك ديسپونيبل اون الجيري. دونك مهما كانت لا مارك تاع السياره تقدر تصيب القطاع غيار تاعها. وشنو هي راهي سيليي سورتو لو فورنيسور تاع لا بيس دو روشونج اللي يخدم معنا، باسكو حنا لو ريزو تاعنا سي لو ريزو تاع لي زيكيبمونتي ولي ديستريبيتور اوفيسيال دو بيس دو روشونج دوريجين اون الجيري. صدق ما راح تصيب عندنا بار اكزومبل اون بياس كونترفات ولا اون بياس لازم تكون دوريجين. واش نقصدوا حنا بدوريجين؟ يفو سافوار كو لي كونستركتور اوتوموبيل ن فابريك با دو بياس. كونستركتور اوتوموبيل ي سوتريت مع دي زيكيبمونتي. حنا في لو جارغون تاعنا اون ابيل سا دي زيكيبمونتي، ولي زيكيبمونتي هما اللي يخدموا لا بياس دوريجين. وعندهم دي بياس كوميرسياليزي سو لور امبالاج. دونك سي دي زيكيبمونتي دو نيفو et de qualité, d'une qualité très très importante, équivalente à l'origine. Donc c'est la pièce d'origine. Il y a des équipementiers, ils sont présents en Algérie. Il y a des distributeurs officiels. Il y a des distributeurs officiels, où sont les fournisseurs taïwanais. Donc je vais vous montrer une pièce contrefaite ou de mauvaise qualité sur le site. Contrairement à une annonce sur, sur les réseaux sociaux, où quelqu'un va acheter une pièce, je ne sais pas l'origine de l'origine, je ne sais pas l'origine de l'origine. Parce qu'il y a même la pièce contrefaite des équipementiers. Est-ce que c'est du la vraie marque ou là là là? Nous avons le réseau officiel tel les distributeurs en Algérie. Donc ça dépend où maintenant est-ce qu'ils couvrent. En général, ils couvrent. Maintenant, est-ce qu'ils couvrent tout le marché algérien? Non. Donc on je l'estime à peu près 80%. 80% les fournisseurs ils retiennent sur le Jazeera. خاصة انه بالك احنا كنا نتخوفوا من هذا الجانب لما نروحوا نشريوا، حتى ونروحوا نشريوا يعني عند محلات خاصة بقطع الغيار، نحبوا ننكرهم ما راناش متخصصين في قطع الغيار، بالتالي لما يحط قطع الغيار ما حش تعرف شكون هي دوريجين، شكون هي بالك اللي ماشي اوريجينال، دونك ما راحش تكون تماشى ممكن وتساعدك يعني في السيارة تاعك، بالتالي مليح يعني نلجؤوا الناس كيما انتوما اللي عندكم خبره في هذا المجال، اللي راكو ناس تحد المجال، يعني خدمتكم قطع الغيار قبل ما يكون موقع، بالتالي راكو يعني ادرى باحتياجات السوق وادرى باحتياجات ممكن المستهلك الجزائري. بالطبع احنا باش نقول لك الاخ يوسف، احنا رانا هيستوريكمون في الصومام، تسمى جينا من السوق الصومام اللي معروفه في الجزائر العاصمه ومعروفه كنا نحل الوطن. احنا خرجنا من سوق الصومام، هذيك رانا معاهم وشوفوا كيفاش السوق يتعامل مليحه لحتى وين يغلق. ومن اللي جاتنا ليدي قال سي با سي با نورمال، ما نقدوش واحد كيدخل سوق صومام يروح يدير 60 70 حانوت وعنده لو شوا كي امبورطون ما على بالوش اسك هذه مليحه هذه عيانه اسك عندها هذه موشر اسك عندها موشر. دونك حنا قلنا سو سيت انترنت راح بروبوز اون بروبوزي كو لي مارك دو كاليتي دوريجين وبالسعر اللي لو بري لو موان شير سو لو مارشي. دونك هذا راح يسمح اون دو كليك دو تروفي لا بون ريفيرونس اي لو ميور بري سون سو ديبلاسي 24 سو 24. ان شاء الله لما لا هذه الثقافه يعني تزيد وتنتشر عندنا احنا كمستهلك جزائري. والعنصر رقم واحد انه الثقه تكون بين الزبون وبين كم انتما كانترفاس ممكن او كواجهه تجاريه رقميه. نذكروا فقط بالموقع www.algeriepièces.com www.algeriepièces.com. بالتالي هذا الموقع اللي تعرفنا عليه في هذا العدد من خلال البرنامج. سليم، قول لك صح عليك كنت معنا. شكرا للاخ يوسف. واش تقدر تقول بالك للمشاهد الكريم للمستهلك بالدرجه الاولى؟
المستهلك احنا ماذا بينا تكون الثقافه تاع كيما هضرنا في ديبي دي ليميسيون، الثقافه تاع الاي كوميرس والثقافه تاع الويب، لانه اليوم انا نشوف الشركات الكبرى في العالم هي شركات خارجه من الانترنت، و سي دي زاكتور دو اي كوميرس و دي زاكتور دو ويب و دو ديجيتال. دونك حنا ماذا بينا المستهلك الجزائري يروح فيغ لي نوفيل تكنولوجي ويستهلك دون فاسون ديجيتال، راح يسمح لدوتر زاكتور كي فون سو كريي اي دوتر زاكتور كي فون سو ديفلوبي، و اوتوماتيكمون لو مارشي راح يكون بوكو بلوز امبورطون ان شاء الله. لما لا، والناس اللي تابعنا وتشوف البرنامج ان شاء الله راح تزور الموقع ان شاء الله. الموقع راهو جديد وان شاء الله هو اضافه بالنسبه للسوق الالكترونيه كما نقولوا احنا الجزائريه، وان شاء الله كل التوفيق لك وكل اللي معك ممكن في هذا الموقع. شكرا للاخ يوسف. ان شاء الله. تمام مشاهدينا، تبقوا ويانا، ما زلنا معكم والبرنامج يتواصل واياكم. فاصل ونواصل. مرحبا بكم جديد، كما التحقتوا بنا لحظه ومازالكم معنا من خلال البرنامج كلام صواب، مازلنا معكم وراكم تابعوا فينا عبر القناه السلسله للتلفزيون الجزائري وعبر الصفحه الرسميه للتلفزيون الجزائري على الوسيط الاجتماعي الفيسبوك. ما انكم تشوفونا في فيسبوك، حنحكيوا ايضا في هذا ممكن المجال الوسائط الاجتماعيه وبالتحديد الانستغرام. وحاضره معنا ناريمان، مساء الخير. مساء الخير، ميرسي بوكو يوسف على العرضه، ومساء الخير على كامل المشاهدين. كيف الاحوال؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. راكي بلينا جيت على الانستغرام؟ راكي بلينا جيت على الانستغرام ولا؟ انستغرام مانيش جديده في انستغرام، صافي من 2015 بديت. فوالا، دونك صافي كيلكو زاني ديجا. يلا ممكن اول سؤال اللي يخطر على ذهننا، علاش انستغرام ماشي يوتيوب ماشي فيسبوك؟ سيتهم في ثلاثة يعني باش ما نكذبش عليك. فيسبوك لحقت لاباج تاعي قريب 70000 ابوني ومن بعد حبست، ويوتيوب درت بالك اون دو فيديو وحبست باسكو لا كوميونيتي تاع فيسبوك وتاع يوتيوب ماشي كيما تاع انستغرام. تاع انستغرام بزاف هايلين، شغل الناس فريمون تحسهم مثقفين، ما كاش تنمر بزاف، الوغ كو فيسبوك واليوتيوب كاين بزاف لارسيلمون، دونك لو سيبر هارسيلمون. ديبون دو ستيل يوسف، دونك كيما انا ثاني يعني في الدومين، مي انا جو بريفير يوتيوب باسكو بديت في يوتيوب وخدم سا ديبون لو ستيل. دوك بالك هي ستيل تاعها يوالمها انستغرام، انا ستيل ديالي كي نكتب دي سيناريو، نخدم دي كور ميتراج، دي فيديو هكذا، جو بريفير يوتيوب باسكو في يوتيوب لازم تكون خدم مونتاج بيان، تكون كاتب ان سيناريو مليح، تكون داير دي شوت، تكون خدمه بيان فيني برسك بروفيسيونيل. دونك انا واحد جو بريفير يوتيوب يعني. وتبقى لك اختيار كما قالت على حساب المتصفح اللي يكون هادي. بالك اليوتيوبر عندهم نظره، لي انستغرامر عندهم نظره كذلك. قلتي حاجه مهمه جدا اللي هي التنمر. وي بالك هي شافت انه في انستغرام، انستغرام كاين موان كو يوتيوب. يعني معاها كل موقع وعنده بوبليك تاعو سبيسيال. فيسبوك وحده انا عندي كامل ونخدم فيهم كامل، تاع انستغرام وحدهم، تاع فيسبوك وحدهم، تاع يوتيوب وحدهم، والتنمر يكون يكون بارتو، سورتو كي يكون واحد جديد، مي واحد ما ياخذش عليه ويسقم روحه في هذا الفيس. صح 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 صح. لي كومونتير نيجاتيف من داك ياثروا على يعني على لو مونتال او فيل دو تان، اون بو با دير باللي ما ياثروش بالفعل. حتى مستحيل تولي بالك تخمي انه تخرجي كامل بهذا الدومين. اون بو اريتي دو لير بالك لي كومونتير. بصح انا بيرسونيلمون شو تري تري بروش، يعني قريبه بزاف من المتابعات تاعي ونحب نقرا كاع لي كومونتير. دايوغ تشوف سو مي بوست جو ريبون ا تو لي كومونتير تاعي، الحمد لله يعني 0% دو نيجاتيف كو دو بوزيتيف. الحمد لله. الحمد لله. لانه ناريمان من الانستغرامرز المحترمين اللي ماشي اللي تعرض حياتها. صح، لان انا نتبعها وكيما قلت لك مقبل في رمضان كنت ندير واحد لي غوسيت كانت تديرهم نورمال مديرين لاطابل هنا. الله الله، يعني لا ديكوراسيون تاع لاطابل وكيفاش تهضر مع المتابعين، يعني انسانه محترمه. يعني اكيد راح لي كومونتير يكونوا نيجاتيف، يكونوا ناقصين، ما تحوش على البوز. يعني المتابعين يحوسوا واش راهي دير هي. يعني تحوسي اكثر على محتوى اللي يكون ايجابي، محتوى اللي يفيد الناس. فوالا، محتوى كي سوا بوزيتيف ومحتوى ثاني يكون دو كاليتي. ما نبوستيش برك دي فوا جو ريست زعما جو بوست با ان تي مومون حتى وين تكون عندي فريمون لانسبيراسيون ونحط كلكو شوز يعني دو كاليتي، باش نحط نيمبورت كوا غير باش على جال الالغوريثم تاع انستغرام ولا نو سي با مون كا.
بروفيسيونيل. وهذا كما قلتي حاجه بالك اللي من خلالها عجبتي هذه المتابعات والمتابعين اللي يتابعوك، خاصه وانه راكي في تخصص ولا في مجال تاع كل ما هو الطبخ، كل ما هو متعلق ممكن بفن الطبخ. طبخ فن طاوله، وثاني جو في اوسي دو لايف ستايل بوكو بلوس في لا بروموسيون دو توريزم الجزائريين. Donc, je veux dire le côté positif d'ailleurs. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de négatifs à la Bladna et tout. Enfin, on parle beaucoup de négatifs, mais on ne parle pas souvent des points positifs. Les Andna, tout ce qu'on a comme richesse, que ce soit le patrimoine matériel ou immatériel, les richesses, je veux dire que c'est le majeur. هو المجال هذا كان يعني فقط نقولوا توجه انت حبيتيه، ولا عندك بالك خارج الانستغرام هذيك هي حياتك، يعني متخصصه في فن الطبخ، متخصصه في فن الحياه؟ نو با دو تو، سان ريان افوار كاع، سان ريان افوار مع لو دومين تاعي. انا قريت اركيتكتور، بالك سافا انفلونسي على حساب على لا ديكوراسيون تاع لا تاع بوتيتر ولا لا ديكوراسيون جينيرال، بصح نو الطبخ نو سيتي با مون دومين على باز. يعني زوج مواضيع مجالات مجالين مختلفين كذلك. بزاف ان فيت جي بوكو دو باسيون، عندي بزاف لي باسيون. لا بروميير باسيون اللي دارت بلي جو مي سو لانسي سور انستغرام سي لا فوتوغرافي. شريت ان اباري بروفيسيونيل، بديت نصور سورتو لي بيزاج تاع الجزائر وكامل. كنت جو مي ديبلاسي بوكو، جيتي بوكو بلو ليبر. كنت نصور في بجايه، في جيجل، في بيسكراف، ان بو دو تو، اي كنت نحط سور انستغرام باش نوري بلي اون ان تري بو بيي. افيك لو طون وليت نخدم ولومبلوا دو طون ماشي سيتي با ايفيدون اي تو، بديت نوري لا باسيون تاعي لا دوزيام كي هي لا كوزين. وما نعرف بالك مع الوقت نزيد نشوفوا حاجه واحده اخرى. وي كابابل كابابل سي بوسيبل، غير كيما بديت شويه دي بتي سكتش ان بتي بو بون دي سكتش دو مامون. يعني راح تدخلي شويه في المجال تاع جمال في التمثيل. اه وي نو جي با جي با جي با سون تالون، نو نو راني بعيده. نو جمال بالنسبه لك انت كفنان، شوف باللي اليوم الفنانين كاين بزاف فنانين يعتمدوا على الوسائل الاجتماعيه خاصه الانستغرام. انت من الفنانين اللي تنشط سبيسياليست، اسمح لي قطعت كلامك بالعسل، هو لي سبيسياليست بلوس في اليوتيوب، تسمى في لي ريزو سوسيو كامل، مي بلوس يوتيوب، هذه بلوس انستغرام، بتات هذه فيسبوك، وانا مازلني عايش في وقت الكهف. تاك شايف خاطر اليوم ما جي با يعني حتى ريزو، عندي فيسبوك باسكو نخدم به، باسكو دي فوا يعيطوا لي دي برودكتور دي رياليزاتور، اوني اوبليجي دو الخدمه اوبليجاتني كون دي فوا هكا سور فيسبوك بريزون، مي كاين بزاف ناس دي زامي ا موان جورناليست ارتيست. Avec Jamal, maintenant, je suis en forte la Cro-Magnon, il faut avancer dans une nouvelle ère. Donc, je vais essayer d'ouvrir un Instagram. Mais il y a un Instagram, il est ouvert, que ce soit les réseaux sociaux. Donc, le wahad qui va chenard. Moi, j'ai mes propres principes, j'ai des trucs avec Dame. Non, je ne peux pas étaler ma vie comme ça, Hakaya, sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est gênant. En tant qu'artiste, c'est un choix. Voilà. En tant qu'artiste, quand il dit que tu as choisi ce métier, non, c'est un choix. Si un acteur, tu es acteur, mais si tu es un acteur, c'est un choix. Donc, le wahad qui va chenard, c'est un choix. Donc, si je dois, peut-être, je vais montrer mes photos à Khadma. Des vidéos, des trucs comme ça, mais sans plus. Et donc, c'est le problème pour d'aujourd'hui. Tu dis que Jamal, ok, tout le monde est libre, tout le monde est avec toi. Mais, tu es en Zaïre, tu peux faire ce que tu veux. انا شفت يعني اتونسيون بالفعل بالفعل لانه المتابعين هذوما هما ارقام بالنسبه للعديد من الناس، لكن هم هذه الارقام هم اشخاص اللي راهم يرفضوا عليك محتوى، اللي راهم يتعلموا عليك، اللي راهم ممكن تاثر فيهم، لانه انستغرامر ولا يوتيوبر ولا فيسبوكر نقولوا عليهم المؤثرين يعني في ال ابخي سي با سيستيماتيكمون ارقام صحيحه يعني دو نو جور يقدروا يشوروا دي زابوني. Il y en a beaucoup qui en achètent. Il y a beaucoup de comptes qui ont des millions d'abonnés, mais c'est ça. C'est la différence. Ils peuvent faire des choses. Justement, maintenant, de nos jours. Un million d'abonnés. ومن بعد في لي فيديو ولا فيس اللي يخدمهم سوا ما كانش الناس يشوفوا بزاف، سوا ما كانش فين كاليتي. سوف كو دوكا ولاو يشرو لي جيم، لي لايك، لي فيو. دونك يي بوف كريي ان فو انجاجمون تاني. Non, mais je suis sponsorisé. Non, non. Pas du tout, non. L'achat de fans, qui est des sites spéciaux pour acheter. Les chiffres, mais si boosté, il triche, en gros. Ou qui est bzaf. Qui est bzaf, les deux hagda. Juste pour avoir des marchés. Ou hada balak, tu peux dire, 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 tu pe
شخصيا نفضل يكونوا عندي 100 واحد في الكونت تاعي ويكونوا 100 واحد هما صح اللي يقراوا ويعلقوا ويديروا جام ولا يديروا ديسلايك ولا يكونوا عندك 1 مليون وهذاك المليون يتبعك على جال 500 واحد يشوفك وي ولا يتبعك على جال كونتوني تيلي رياليتي اوكي نخفوها شويه يلا بعد يجي جوني ما شرنا شويه يا نوح من دابا وما منشرناش كنا نقصوا عادي نروحوا الكويز تاع نهار اليوم كويز تاع نهار اليوم راح ياخذ عنوان شكون انا كويز شكون انا نهار اليوم وفي هذا الكويز رايحين نمد لكم يعني هاك دي زانديس على الشخصيات وماذا بيا تقولوا لي شكون هاد الشخصيه في كل مره نبداو باول شخصيه عطونا قبل تخيروا الالوان تختاروا لون نتوما تختاروا لون يلا لون الفريق تخيري شلون لون الفريق تاعكم شنو حيكون واش نديروا لون نختار لون جمال لون خفيف كامل روح كامل كامل كراميل 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 اوكي واش نخيروا خيري خيري برك كاش كولور انت ولفتك في احمر ادوري اصفر احمر نورمال هيا احمر نورمال احمر نورمال احمر عادي احمر عادي وكراميل ونشوفوا اول شخصيه اول شخصيه معنا هي من مواليد 1931 هاد الشخصيات يعني تصنف في اطار الشخصيات الكوميدية في الفن الجزائري من بين يعني الانتاجات اللي كانت شاركت فيها هاد الشخصيه سقف وعائله كحلة وبيضة من هوليوود لتام راست مخرج هذا أعطيكم أنديس هي ممثلة فاتحة سلطان كراميل قول كراميل جمال عوان فاتحة سلطان فاطمة حليلو كحلة وبيضة فكروا شوية نعاود لكم مواليد 1931 تميزت بالشخصية المرحة تاعها بزاف هي يعني مثلت حتى في الادوار الاجتماعيه تاعها ديما عندها طابع الكوميدي اللي يطغى مثلت في سقف وعائله كراميل ورديه كحله وبيضه كراميل ورديه من هوليوود تام راست كراميل ورديه والله يحفظك الفنانه الراحله ورديه ونشوفوا الاجابه اجابه صحيحه واول نقطه لفريق كراميل شخصيه واحده اخرى ديما في التمثيل هو من مواليد 1948 كان عنده مشاركات عديدة ومختلفة شارك في النتيجة شارك أيضا في بني هندل شارك أيضا في عائلة كناس شكون هو؟ كراميل عثمان عريوات عثمان عريوات ثاني نقطة لفريق كراميل خمم شوية سالم نشوفوا الإجابة مع سامير هذا شوفوا والإجابة صحيحة أتمنى نقطة أخرى لفريق كراميل رايحين نروحوا لشخصية واحدة أخرى في الفن الجزائري شخصية واحدة أخرى وشكون هاد الشخصية مواليد 1968 هو اللي صدر يعني بمعدل شريطين في الأسبوع 175 ألبوم في الجعبة ديالو لقب بالأسطورة يعني كان عنده تعامل مع عدة كتاب كلمات من بينهم عزيز كربالي خالد بن دودة شكون هو؟ أحمر شاب خالد خطأ شاب خالد زعما قلت زعما نديها لك تقول يلا خمو شوية أسنى أصلها 175 ألبوم بمعدل شريطين في الأسبوع شريطين في الأسبوع كراميل وشام حسني ونقطة أخرى لفريق كراميل نريما 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 يلا نروحوا إلى شخصية أخرى يلا نروحوا إلى شخصية أخرى نروحوا شخصية أخرى إلى فنان آخر وفنانة جزائرية كذلك مواليد 1939 هي اللي الأب تاعها جزائري والأم تاعها لبنانية تلمدت على يد صادق ثريا اللي هو الفنان التونسي صادق ثريا كانت عندها مشاركات يعني كما أدت في الأغنية أدى يعني شاركت في السينما وفي أحمر وردة الجزائرية
احمر ورده الجزائريه ونقطه لسالم. يا رب. ما مرتش بجزائر. الله يرحمها. الف رحمه ونور تنزل عليها، الف رحمه ونور تنزل على كل الفنانين الجزائريين اللي رحلوا علينا وفقدناهم في الساحه الفنيه الجزائريه. خلونا نروحوا الى اخر شخصيه معنا في هذا المساء. اخر شخصيه، وشكون هي هذه الشخصيه؟ هذه الشخصيه مواليد 1916 ورحل علينا سنه 1987. شارك في عده اعمال تلفزيونيه وسينمائيه. كان شارك في رياح الاوراس، حسن طيرو، العصا والعفيون، ديسمبر، وقائع سنين الجمر، الصورة الأخيرة، وأبواب الصمت. هذه من بين الأعمال السينمائية اللي كان شارك فيها. الكويت الله يرحمه. لا خطأ. أو رجل. رجل كنا. فنان جزائري. أحمر حسن حساني. أحمر حسن حساني ونقطتين للفريق الأحمر. عندي الأصول. ألف رحمة ونور تنزل عليه. نشوفوا أنهم يعني شخصيات نظن ما كانش ولا ما حش يعاودوا يرجعوا الناس كيما هما. ورديه الله يرحمها ويوسع عليها، ورديه حميطوش اللي كانت حتى وتكون يعني فيلم اجتماعي الا انه ديما عندها هذيك اللمسه الفكاهيه ديالها. الفكاهيه ديالها بالك شفناها ثاني في طاكسي المخفي، فدائما عندها البيرسوناج هذاك اللي يخليك تضحك حتى وتكون اللقطه هذيك حزينه ولا دراما ولا حاجه. بالفعل. سلام، نبقاو يعني من الكويز نجوا عندك مباشرة. مرحبا. واش نحكيو اليوم معاك يادرا؟ تفضل. اليوم ثاني عندنا كيما موالف جولة. المرة اللي فاتت يوسف هضرنا على أغرب القوانين عبر العالم، إداش فيتي هبة. هبة اليوم جبت لكم ثلاث قصص الناس صارت لهم هكذا عفايس مع بالقوانين. شكون يعرف قوانين، شكون أدرى بالقوانين بزاف؟ محامي. محامي. هبة القصة الأولى راح تكون على محامي أمريكي اسمه غابرييل فيلا، كان مشهور في وقته، كان محامي ذائع الصيت، كان يعني مع ثري عنده دراهم بزاف. وصل وين تزوج مع مرات صغيرة عليه ب 30 سنة، وين الناس كامل قالوا باللي زوج مصلحة على خاطر هو كان ثري، كان معروف، كان مشهور. إيبا وتزاوج ديالهم ضرب 20 عام، عاشوا بيان، حياة رفاهية فاخرة عادي. ومن بعد 20 عام كيكبر هو في السن وخلاص تقاعد وكامل، إيبا طلبت منه طلاق كما كان الحال، كما قالوا الناس باللي كانت زواج مصلحة. إيبا سيفري طلبت طلاق، بصح المفاجأة وين راهي؟ هو أنه اكتشفت باللي على الأوراق كانت مطلقة من 20 عام. كانت مطلقة من 20 عام، يعني 4 شهور مور ما تزوجوا المرة الأولى. وكيفاش كانت؟ قلت لكم محامي. محامي عنده دراية بالقوانين وخبايا تاع القوانين. كانوا في الدومينيك وين طلقها لتما، وكاين على خاطر كاين قانون في الدومينيك وين يسمح بالطلاق من طرف واحد وبدون تعويض. تما كي كانوا هما كانوا في رحلة لتما طلقها على الأوراق وبدون تعويض. وتما هو مالغي ريح معها 20 عام، كان على باله بلي الغايه تاعها من الاول هي باش تستولي على امواله. ايبا ما تلعبهاش المحامي. القصه الثانيه يوسف اللي راح نهضروا عليها طريفه نوعا ما، هي لسيده حامل في الولايات المتحده الامريكيه، وين على بالنا في الولايات المتحده الامريكيه كل ولايه وعندها قوانين ديالها، كل ولايه عندها قوانين بيزار، قوانين ديالها خاصتها. يبقى كاين واحد الولايه وين دايرين على الواحد كيكون راح يسافر بين ولايه لولايه، كي تكون المسافه بعيده بزاف ما لازمش يكون وحده، لازم يكون اكومباني، لازم يكون عنده رفيق سفر ويكون جايب معاه كميه مليحه من الماء. يبقى هذه المراه كانت حامل وراحت فواياجات من ولايه لولايه، وين وقفوها الشرطه وحرروا لها مخالفه على خاطر كانت وحدها ودارت سفر طويل على لون طراجي. يبا حروا لها مخالفه، مي هذه ما حبستش، كان عندها زوجها محامي ثاني وين رفع قضيه على خاطر المخالفه اللي حروها لها كانت كبيره. ما كانتش وحدها بصح. رفع قضيه فوالا، رفع قضيه خطر على باله باللي في هذيك الولايه كاين قانون واحد اخر وين يمنح للجنين كيكون في بطن امه من الشهر الخامس صفه مواطن عادي، وهي كانت في شهرها السادس. ودفع رفع قضيه باللي ما كانتش وحدها، كانت معها شخص اللي هو وليدها اللي في شهره السادس، وربحوا القضيه يوسف. بصح ما حبستش هنا، هذه المره المحامي هذا ما ربحش،
لخاطر كاين قانون واحد اخر في هذه الولايه وين الشرطه تاع هذيك الولايه كانوا اذكياء يلي انت درت لنا هكذا يبا عاودوا حروا لها مخالفه واحده اخرى واللي هي جلوس شخصين في مقعد واحد هي والجنين تاعها. تما الحيله اللي دارها تاع الجنين اللي ياخذ صفه مواطن من الشهر الخامس عاودوا قلبوها عليها وجلوس يعني مخلص مخلص فيها فعلا عاودوا خلصوا بلوسي. باسكو دوكا راح نحكي لكم على واحد الشخص فري فارغ شغل، فارغ شغل بزاف. هذا امريكي دائما باسكو بلاد العجائب امريكا. هذا يوسف رفع دعوات قضائيه على كامل الناس اللي يعرفهم. والديه رفع عليهم دعوى قضائيه باللي اساءوا تربيته وما احسنوش التربيه ديالو، وربح القضيه وكسب 20,000 دولار. رفع قضايا على اصحابه لانهم كانوا يتاخروا في المواعيد ديالهم وكانوا يتمسخروا به ويتنمروا عليه. رفع قضايا على جيرانه، وصل حتى الكامل ما كانش واحد عرفه ما رفعش عليه قضيه، حتى وين وبلغت عدد القضايا اللي رفعها 2600 قضيه. وكانت المدخول منه دخل كامل هذه القضايا اللي رفعهم 850,000 دولار. يوسف يعني هبه مكتوبه لكم هبه بالك دوك تصيبها من الغرب. قلت لك ربحت انا لي ستوار تاعي رفع عليها 850,000 دولار كامل هذه القضايا. رفع حتى الالعاب، شركات اللي صنعوا العاب رفع عليهم قضايا، اللعبه ما كانتش مليحه ولا ما على باليش انايا. حتى دخل موسوعه الجينيس الارقام القياسيه وين تالي زاد رفع دعوى عليهم بتهم التشهير و بتهم التشهير واستعمال بياناته واسمه. وما خلصتش هنا، وبعد في مقابله صحفيه بعد ما دخل الجينيس وكامل، الصحفي سالوه قال له كيفاش شنو بعد ما هو كان حزين، قال له ما فهمتش علاش عايش وحدي والناس كاع يكرهوني ومنا. اي بس صحفي ضحك يوسف كيما انت راك تضحك، وبطبيعة الحال واش راح يصرى؟ زاد رفع دعوة قضائية على الصحفي وعلى القناة وربح وربح 50,000 دولار. هذا إنسان فارغ شغل. راه صح فارغ شغل. إنسان هايل بصح. عنده شي يدير في حياته. ربح 850,000 دولار من هذه القضايا. يعني وتبقى هذه يعني قصص طريفة وفي العالم اللي في كل مرة جينا بها. سليم يعطيك الصحة. بلا مزية يوسف. الاسبوع القادم نفس الشيء ولا؟ حاجه واحده اخرى. خصنا باكيت سكو هي باكاين السمانه الجايه. هي بعد نحوس. بعد نحوس اسكو راه شاكي بها ولا لا. ان شاء الله نتلاقاو السمانه الجايه. ان شاء الله يا رب. بحول الله تعالى تبقاو معنا مشاهدينا. وما تروحش بعيد، نروحوا فاصل صغير نعاودوا نرجعوا لكم بعده مباشره باش نتحدثوا مع تيم هذا الاسبوع وتيم هذا العدد، جمعيه من الجمعيات اللي يلتحقوا بنا بعد الفاصل. كلام سوار. مرحبا بكم من جديد من خلال البرنامج ومازالكم معنا في كلام صواب. وكما تعودتوا معنا ديما فقرة تيم تكون حاضرة معنا من خلال البرنامج، واليوم تيم راهم حاضرين معنا من خلالها جمعية بذرة الخير والأمل من خلال المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى هذه الجمعية السيد بوعرابة محمد يوسف. نقول لك مساء الخير. مساء الخير، شكرا على الاستضافة هذه خويا يوسف، ومرحبا بالحضور الكرام. بون نقدم لكم نفسي، انا بوعرابه محمد يوسف مكلف بالاعلام والاتصال في جمعيه بذره الخير والامل. احنا جمعيه طلابيه اولا، مجموعه من الشباب حبينا للخير وحبينا نعطوا بسمه للناس اللي بالك فقدتها في الوقت الحالي. احنا جمعيه اللي نستقطبوا العديد من الناس سواء كانوا كبار ولا صغار، ما عندناش فيها شروط. لو تحكوا على الجمعيه تاعكم يوسف او محمد كيفاش تحبوا تقولوا؟ محمد. محمد اوكي. محمد بالنسبه للجمعيه ديالكم، هي الجمعيه جديده ولا جمعيه اللي عندها سنوات من اللي راكم تنشطوا؟ احنا ما نقولوش جديده وما نقولوش قديمه، عندنا دوكا في 2021 دخلنا في 4 سنوات من اللي خلقناها الجمعيه هذه. بدينا بمبادرات صغيرة باش قدرنا في لي ديبي. صعيب شوية جمعية خيرية تدخل في الدومين ضربة واحدة هكذايا، اللي وين كاين بزاف جمعيات في الوقت الحالي. بدينا مبادرات صغار، أولها رحنا للمستشفى تاع بارني، بعد موراها رحنا دار العجزة تاع ديال إبراهيم، وموراها بداو زادو كملوا بداو الأنشطة يداولوا واحد
بعد الآخر. الجمعية تكون من ضمنها مثل الجمعيات الأخرى، بما أنه عشنا خلال سنة 2020 ظهور وباء الكوفيد يعني 19، عديد الجمعيات اللي كانت خدمت ونشطت في هذا الجائحة اللي عاشها العالم والجزائر كذلك. بالنسبة للجمعية ديالكم محمد، كيفاش وش كان ممكن النشاط اللي كان خلال هذه السنة؟ احنا خدمنا باش قدرنا، باش قدروا الناس يعاونونا في لي دون، كيما دوكا رحنا غير كيما رحنا درنا قافلة لولاية عين دفلة، وين احنا المنطقة الظل، وين كي تروح تشوف صعيبة معيشتهم لتما. قدرنا وخدمنا باش قدرنا ووفقنا الله ما شاء الله. يعني نشوفوا انه انتم شباب جمعتكم حاجه واحده اللي هي فعل الخير، حب الخير، مساعده الاخر كذلك، ومن خلالكم لما لا يوصل ان شاء الله الخير لهذا البلاد والناس اللي تحتاج ممكن المساعدات تاعكم كذلك. ناريمان، انت كناشطه على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام بالتحديد، صرات لك وين جمعيات يقصدوك، وين جمعيات تتعاملي معهم؟ صرات لي بزاف، وسورتو كي جا الكورونا. يعني يا يو بوكو داسوسياسيون، كو سوسوا دي اسوسياسيون باش يلحقوا دونك الماكله للناس، سورتو كي كانت بليده مغلوقه كانوا دي اسوسياسيون دونك نبعثوا لهم دراهم اي تو بور دوني ا مانجي او فاميل تما في بليده. و بار لا سويت يعني ميم كونسيرنون يعني لي بلوز تو سكي ماتيريال ميديكال بور انفوي او زوبيتو كانوا بزاف يبعثوا لي و جو بارطاجي سور انستغرام. وهذه حاجه مليحه انه نشوفوا باللي الانستغرام ماشي مدير فقط للترفيه، وانما نقدروا من خلاله نجوزوا رساله مليحه نعاونوا الغير كذلك. حتى انك انت ما تقدرش انك تنقلي، لكن ستوري تاع ثواني صغيره يقدر يبدل بزاف حاجات. جمال، واش رايك يعني في النشاط الجمعوي في الجزائر؟ واش رايك في دي جون كيما هكذا اللي يحبوا الخير، يحبوا انهم يعاونوا، يحبوا انهم يكونوا ايجابيين في هذا المجتمع؟ الحمد لله، لا تسعى الجزائر يعني في البلد العربي عندها مكانه عاليه، يعني معروف عن الجزائريين فيهم الرحمه، وماشي غير في شهر رمضان، على عام نشوف فيها وراه تتعمم وراه تتوسع، وانا نشوفوا جمعيات في كامل قطر التراب الوطني. و يعني الحق يعني الجزائر كلش كلش شو هذه الامور ما درناش، انا قدرنا نشوفوا كاين جمعيات تخدم في السر، كاين الناس اللي كل واحد كما قالت يشتري سواء في الاكل ولا في اللبسه ولا في هذه الحوايج. و يعني حتى احنا كفنانين توجور كاين هذه الرولاسيون ما بين الجمعيات والفنانين ولي انستغرام ولي انفلونسور اون جينيرال. كاين هذا احنا في رمضان شاك فوا يديروا خيمات كبار، يجي ان كرون سبونسور ما نسميوش يحطوا ان شابيتو هكايا ويديروا كل يوم، يجوا الناس في رمضان الاخر يوكلوا جو سي با كومبيان بيرسون في الطريق كي تجي جايز ناس اذن عليهم الطريق، وتشوف دي جون هكا في لي ساسون يوقفوا في وسط الطريق يمدوا الماكله باش ما يروحوش يغاولوا في الطريق بوغ ايفيتي لي زاكسيدون كلش. شتوك سي ان بون انيسياتيف، والحمد لله من هذا الجانب كاين طاقه شبانيه رهيبه هي قاعده تعمل في لي تيران صباح عشيه. انا واحد الوقت كانت عندي اون ايدي باسكو نخرط في الكرواسون روج، اي فرونشمون كي تشوف امور كيما هكا يعني الانسان يقول الحمد لله. الانسان يقول الحمد لله باسكو كاين دي جون ما لحقتش، كاين دي جون ما وصلتش، كاين دي جون ناس بدون ماوى، كاين ناس هكا في البرد الشتاء فوالا. نقول الحمد لله ايضا انه كاين شباب كيما محمد ولا كيما شباب اللي كاينين في الجمعيه ديالهم اللي خداو على عاتقهم هذه المسؤوليه، وهاد ممكن عندهم هذه الاراده تاع انهم يعاونوا الغير، هذه الاراده تاع انهم يرسموا بسمه على وجوه الغير، يخليوا انه الخير ما يحبش عندهم فقط، الخير ينتشر للغير، لانه يقول لك الخير مثله مثل اي شيء، الخير فيه عدوى. بالتالي من واحد لواحد 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 راح يعم ان شاء الله صح. على الجميع كذلك. ما نسبق وهدر على سبقنا يعني الحديث على رمضان، رمضان على الابواب ان شاء الله، يعني ما بقالناش بزاف يكون الشهر الفضيل ضيف علينا ان شاء الله، وان شاء الله تجينا بصحه ولهنا. كاين برنامج توجدوا له؟ بيان سور، حنا دوكا في الوقت الحالي هذا اللي كيما اليوم رانا ديروا في لا ريكولت في اونو غاريدي، صافي واحد 4-5 جور ثاني كنا في سونتر كوميرسيال تاع باب الزوار، وين نمدوا دي فلاير للناس كي يجوا داخلين، نستقبلوهم افيك ان سوغيغ، نهضروا معاهم بالك بلا باقه باش يفهموا الوضع اللي رانا نعاونوا الناس فيه، نمدوا لهم دي فلاير اللي يقدر باللي يقدر.
واحد يمد باكي تاع مقارون، واحد يمد باكي ملح، واحد يروح للشحيحة يمد انصوم دارجون، كل واحد كيفاش. حنا نوجدوا لرمضان وباللي قدرنا، وكي نكمل والله لا ريكولت تاعنا ثاني نجتمعوا كامل في المقر تاعنا ونديروا التقسيم لكل قفة باش كل واحد يدي حقه، ونشوفوا الناس كاين دوكا كيما حنا لحقنا الوقت هذايا كاين ناس ولاو يعيطوا لنا يقولوا لنا يا ودي نسحقوا قفال هاد الفاميليا، كاينين فاميليا هنا لا تقدروا تعاونوهم، ونخرجوا نحقوا 250 قفة حتى البالك 500. رمضان اللي فات لحقنا حتى 700. يعني خاصة انه بزاف عائلات حتى تكون معوزة يعني ما يقدرش يجي ويقصدك. هذا فاش مليح العمل الجمعوي انكم ممكن تعرفوا العائلات المتواجده على مستوى الحي تاعكم، على مستوى المقاطعه تاعكم، عندكم كما نقولوا حنايا اجنده بالنسبه لهذه العائلات، تقدروا انكم انتم تعرفوهم وتقصدوهم وتعاونوهم افضل نظن. حنا ديجا بيناتنا لي مومبر، وكاين تعيطوا ما بيناتنا كي نكونوا موجودوا في القفف. اسمع انت اسكو عندك فاميلياك شايفها ولا انت عندك اون فاميلياك شايفها، وكل واحد يجي نتعيطوا بالتليفون اعطيني خلي لي 4 قفف خلي لي 5. وحنا عندنا ثاني لو كوطا تاعنا اللي موجودينو دوبي دوك كيما حنا هكذا دوكا، عندنا ثاني حمله واحده اخرى تاع شتاء بارد هدايا تاع لي اس دي اف قبل ما يلحق رمضان نعاونوا باش نقدروا ثانيك، والقفف حاجه واحده اخرى. ان شاء الله اللي ما لا ان شاء الله كل المشاريع تاعكم تتحقق ان شاء الله بحول الله تعالى، وكل حاجه ممكن راكم تطمحوا لها ان شاء الله توصلوا لها، وبكم انتم ان شاء الله نقدر نقولوا انه مازال الخير في البلاد. الحمد لله. الحمد لله. ممكن كلمتك انت محمد للمشاهد الكريم لو يتابعنا، الناس اللي راح يتبع في البرنامج واش تقدر تقول لهم؟ انا نقول للناس باللي الخير هو اللي يفيدنا في الدنيا هذه، نهار يلحق الاجل تاعنا كل واحد نتحاسبوا على جميع الاعمال اللي نقوموا بها، وماذا بينا نروحوا باعمال خيريه خير من اللي نديروا الشر في حياتنا. ان شاء الله بحول الله تعالى. شكرا لك كنت تحضر معنا من خلال البرنامج. نريمان ولا دموازيل ديزاد شنو تحبين نقول لك؟ دموازيل ديزاد نريمان كيف كيف. يعطيك الصحه اللي كنت معنا من خلال البرنامج. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه على العرضه. احنا نشكروك وان شاء الله نتلاقاوك في فرص اخرى. ان شاء الله وي. بحول الله تعالى. جمال. يوسف كي العاده وليد الدار يعطيك الصحه شكرا لك. يعيشك قدرت نتعرف بالاخت والاخ ويعطيكم الصحه امام هبه ما شاء الله. اون دون رونديفو ان شاء الله المشاهد الكريم موعد لكنا من الحين في رمضان بمسلسل جديد بعنوان النفق، دونك تابعونا ان شاء الله وان شاء الله نكونوا في حسن الظن ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله تعالى. هبه نتلاقاو السمانه الجايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله مع كلام صواب جديد ان شاء الله. كلام ديما يكون في صواب من خلال برنامجنا كلام صواب. انتم مشاهدينا يعطيكم الصحة اللي تابعتونا، يعطيكم الصحة على الوفاء تاعكم الدائم لنا من خلال البرنامج. قبل تحياتي تحيات كل الفريق اللي يخدمكم من خلال برنامجنا، في رأسها الركن أمينة كركود، رأس التحرير لمحسن بوزرطيطة، الإشراف لأمال العمروي والإشراف العام لأسيا فلاح، فريق الإخراج بقيادة حكيم بودا بأقول، سامية صديقي شكرا لك من خلال البرنامج، سالم ديزاد، زينو، دي جي جوني، كل الفريق التقني اللي يخدمكم من خلال برنامجنا كلام الصواب. تصبحوا على ألف خير وبقية سهرة ممتعة مع كل برامج التلفزيون الجزائري. سلام.